مشاركة في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات برنامج تواصل. حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف جدا، تقريبا الموضوع ده أول مرة أتكلم عنه على شاشة التلفزيون. دايما لما بتكلم عن المشاكل الجلدية أو الأمراض الجلدية بتكلم عن مشاكل الشعر، البشرة، الجلد، بتكلم بشكل عام عن المشاكل اللي ممكن تكون بتأثر على الناس. لكن دايما أنا مقتنع، وده مش بس قناعة شخصية، لا دي قناعة بشكل عام، إنه المشكلات النفسية أو الاضطرابات النفسية بيكون لها تأثير كبير على صحة الإنسان، مش بس على جلده أو بشرته أو شعره. وممكن تكون إحنا بنحاول إن إحنا نعالج السبب ولكن ما بنسيبش المشكلة. صح يا دكتور ولا لأ؟ اكيد يا دكتور خالد. اولا مساء الخير وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي تواصل في كل مكان. النهارده فعلا زي ما دكتور خالد قال، موضوعنا هيبقى مختلف. يمكن مشاكل البشره والشعر ما فيش حد في بيوتنا ما بيشتكيش منها، كل ستاتنا وكل بناتنا، حتى كمان الولاد والرجاله كمان بيشتكوا برضو كمان منها. النهارده هنتكلم على الحاله النفسيه ومدى تاثيرها على الجلد والبشره والشعر مع دكتورتنا اللي منورانا النهارده، دكتوره هاله سلطان، دكتوره الجلديه والتجميل بالليزر بمستشفى الحوض المرصود. اهلا بيكي دكتوره هاله. اهلا بيكي دكتوره ايمان. اهلا بيكي منورانا النهارده. تسلموا ونوركم. في البدايه كده بقى انا عايزه اعرف، في البدايه لازم نسال سؤال مهم جدا. يعني برضه هتاخد مني سؤال؟ ماشي خلاص هسال سؤال مهم جدا ملوش علاقه بالموضوع. ابتدينا نقطع على بعض. ليه يا دكتوره بيسموكي السلطانه بتاعت الجلديه؟ سلطانه يعني يا هلا سلطان. انا عاوز اعرف هو مسمى ده جه منين. هو يعني اول جزء ليه علاقه بان انا اسمي هلا سلطان. فكان يعني ده اول جزء. الجزء الثاني كان ليه علاقه شويه بان احنا كنا سام تايمز لما بنتجمع يعني بنحب المزيكا شويه، بحب المزيكا الطرب شويه، فبحب الفوي يعني هي بيبقى فيها شويه طربي، مش مزيكا عاديه. كنت محتاجه تبقي معانا حلقه امبارح. يعني انا برضو عرفت ان كان في هنا مزيكا فقلت لا اكيد كنت المفروض ابقى موجوده. ريحتها لسه موجوده فعشان كده جيت على الريحه. طيب احنا كنا عايزين نبدا بايه يا دكتور؟ كنا عايزين نبدا الاول بمشاكل الشعر. لو انا حالتي النفسيه مش حلوه، اكيد طبعا عندنا ضغط نفسي، ضغط عصبي، ضغط مشاكل الحياه اصلا يعني اكيد بتاثر على شعرنا. عايزين نعرف الحاجات اللي بتاثر على الشعر بالذات بسبب الضغط النفسي. طيب هو انا بس حابه اقول تقديمه كده اباوت يعني عن فكره الامراض النفسيه عموما. تمام. وامراض الجلد، هما الحقيقه منشا اصلا الجلد والاعصاب الاثنين واحنا اجنة بينشأوا من نفس الكتله يعني لو احنا بنتكون في اجنة في بطن امهاتنا بينشأوا مع بعض من نفس الكتله، ففي تاثير مباشر بين الاثنين، علاقه مباشره بين الاثنين. يعني لما بيبقى في اي ضغوطات نفسيه ممكن يحصل عن طريقها اعراض جلديه، والعكس ممكن بعض الاعراض الجلديه تعمل امراض نفسيه، فالاثنين يعني في دايره واحده مرتبطين ببعض. بالظبط كده. تمام. دي اول حاجه بالنسبه لمشاكل الشعر اللي بتنشا من الضغوط النفسيه. هو في حاجات بتبقى ليها علاقه بالاستريس النفسي فتظهر في صوره امراض جلديه صرف، زي مثلا بنقول حاجه اسمها نزع الشعر الانفعالي يعني، او بنسميها بالانجلش تراكيليومانيا. المريض بيبقى من كتر الضغط النفسي بشكل لا ارادي او احيانا ارادي، يعني احنا ما بنبقاش محددين، احيانا ارادي واحيانا لا ارادي، بيبتدي يعمل ايه؟ المريضه مثلا او المريض يبتدي يشد في شعره بشكل عنيف جدا فيتكون لمراحل يا دكتور انه ممكن يلاقي في اماكن فيها حفر في شعره. بالظبط كده، اماكن فاضيه، لان كمان الشد ده بيعمل التهاب، يعني انا بنزع شعره بشكل عنيف شويه. لو جينا بقى للوصف الحاله بتاعتها دي، ساعات الاولاد هم قاعدين في المدرسه او قاعدين بيذاكروا ماسكه طرف الخصله بتاعت شعرها وعماله تلولوها على ايديها وتشد. بالظبط. لا هي ما بيبقاش كمان بالشكل ده. بالظبط. هي هو دي بتبقى حركه عصبيه شويه، بس الثانيه بتبقى فيها تراكشن شد، يعني تلاقي المكان بتجيبها للاخر. بالظبط، مكان الشعر ده يفضى، يعني في دوائر فاضيه من الشعر نتيجه الشد المستمر ده. أمين. ده شكل من اشكال الامراض الجلديه. الشكل الثاني الثعلبه. الثعلبه مرض من الامراض اللي في المعظم عباره عن احيانا، هي مفيش نظريه محدده قالت ان اللي بيحصل في الثعلبه، بس الحقيقه ان معظم النظريات اللي اتحطت كسبب للثعلبه انه في ستريس نفسي جديد عمل تغيير في المناعه فطلعت اجسام مناعيه هجمت بساطه الشعريه فمكانها فضي. ده جزء. في طبعا تساقط الشعر اللي هو بيحصل مع الاستريس، يعني اي ضغط نفسي زياده الشعر يقع بقى، يعني يبتدي يقع تساقط عنيف شويه. معظم الناس شعرها بتقع بسبب الحاله النفسيه. اكيد. كتير جدا ويبداوا يستخدموا حاجات كتيره، ادويه يعني، ويستخدموا شامبوهات وكريمات ويظل المشكله موجوده. بالظبط كده. وساعتها احنا ساعات بنرجع لحاجات انتي ديبريسنت، يعني مثلا ندي حاجات مضادات اكتئاب. بالظبط، مضادات اكتئاب تحسن شويه الحاله المزاجيه بحيث ان احنا واحنا بنعالج نتحسن، يعني طول ما انا عندي ستريس مش هتحسن.
بالظبط. طيب بالنسبه للقشره بقى برضو نفس القصه كمان، هل ممكن تكون بتنشا؟ احنا عارفين طبعا انها ممكن تكون حاجه مرضيه. تمام. هل الضغط العصبي برضو ممكن يكون من مسببات القشره؟ لا، هو مش الضغط العصبي صراحه، هو اللي بيحصل ان احنا في امراض يعني زي مثلا الاكزيما الدهنيه. تمام. الاكزيما الدهنيه دي نوع من انواع الاكزيمات او الحساسيات بتحصل في فروه الراس. تمام. بتعمل قشره، والقشره بتبقى لازقه على فروه الشعر وبيبقى فيها التهاب تحتها. الجزء ده طيب. بيبقى فيه مشكله طيب. ان هو قبل ما اكمل يا دكتوره هنروح لفاصل ونواصل ورجعنا لكم مره ثانيه ومكملين معاكم. دكتور، كنا بنتكلم قبل ما نروح لفاصل عن الاكزيما الدهنيه وان هي ممكن تكون بتنتج بسبب الحاله النفسيه. ما احنا بقى بنتكلم في يعني زي ما دكتور ايمان قالت، هل القشره بتنتج نتيجه حاله نفسيه؟ لا، احنا في حالات مرضيه الحاله النفسيه بتظهرها او بتزودها. زي ما بنقول كده الاكزيما الدهنيه، يعني الاكزيما الدهنيه دي حساسيه موجوده، مع الاستريس الزياده يبتدي يظهر الاعراض وتبتدي تظهر في شكل متكرر، يعني بدل ما كانت تجي لي مرتين في السنه تجي كل مثلا شهرين تظهر، كل شهرين تظهر، فده يخليها عرضه اكتر انها تظهر اكتر. تمام. طيب انا بقى في سؤال مهم جدا يا دكتوره دايما. انا النهارده عاوز افرق ما بين انه ده بسبب الحاله النفسيه ولا بسبب مشكله عضويه. تمام. هفحص ازاي؟ طيب هو اولا كده في حاجات الدكتور شويه يعني زي ما بيقولوا كده بقى، لو انت يعني الدكتور بيقولوا عليه حكيم، يعني هي بتبقى في حاجه ليها الدكتور يعني. سلطان. دكتور سلطان. يعني اللي هو ايه مركز ورايق كده مع نفسه. عنده خبره. بالظبط. هو مش بس الخبره، هو في اعتقد يعني احنا بيسموه في يعني بيسموه الدكاتره الحس الطبي او الكلينيكال سنس. بالظبط. هو على فكره ممكن ما يكونش فيه خبره قوي، بس بيبقى فيه كلينيكال سنس شويه، انك لما بتتكلم مع المريض بتاخد تاريخ مرضي كويس، بتبتدي تتكلمه وتساله مثلا اسئله معينه، هل مثلا في مشاكل، في حاجه، بتبتدي تساله وتلاقيه في سمتا. يعني احيانا في بعض الاحيان في مريض بيدخل من الباب العياده انت بتحس ان هو يعني هو مش كويس، عنده حاجة مشكله، عنده مشكله متضايق. بالظبط. هو بس مش يعني مش جاي مجرد ان هو يكشف. يعني لا، هو في حاجه مخلياه مش احلى حاجه، يعني هو مش مبتسم، باين عليه، باين عليه ملامحه ده بالظبط كده. حتى رغم انك عمرك ما شفته، يعني المريض بيدخل عليك في العياده انت عمرك ما شفته، بيدخل عليك في المستشفى انت عمرك ما شفته، بس في حاجه تبدو على المريض ان هو مش كويس. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا كنا بنقول ان هو السبب العضوي، في الغالب المريض اللي السبب العضوي بينشا عنده بيظهر مره واحده، انما السبب النفسي بيبقى متكرر طالما احنا ما شلناش المؤثر. يعني يفضل يقول لمده طويله جدا انا شعري بيسقط مده طويله جدا، مش بتحسن، مش حاسس بنسبه التحسن. بنبتدي نبحث وراء السبب، يعني ما هو انا ممكن السبب ظهر قدامي مش الرئيسي، ابتدي ابحث بقى وراءه ايه اللي بيحصل. فده اللي ممكن نقول افرق امتى بين عضوي او نفسي. وفي الغالب المريض لما بيبقى جاي للدكتور بيبقى حاطط في باله ان الدكتور عنده الحل، فلما احنا بنساله بيقول. انت من امتى كنت حاسس ايه؟ الفتره دي بتتكرر ما بتتكررش؟ الا في بعض المرضى احيانا بيحبوا يتوهونا شويه معاهم، يعني ياخدك في البداية لازم تاخديه بالراحه ويعني وتحاول تقرريه. بالظبط. وساعات احيانا ثانيه بيبقى في مثلا حد كان جاي مع المريض فيبتدي هو اللي يقول، ودي لاحظناها دايما مثلا في المراهقين شويه، مع الام هي اللي بتقول. بالظبط. تبتدي يعني ساعات احنا بنخرج مثلا المراهق او البنت او الولد الصغيرين شويه في السن، وابتدي اتكلم مع الام، هل هو في مشكله عنده تانية؟ هل انتوا في البيت بتضغطوا عليه شويه؟ هل في حاجه في البيت؟ كده الاباء والامهات بيضغطوا على الولاد، ودي هنتكلم فيها، بس خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ سامح، اهلا بيك. استاذ سامح. اتفضل يا استاذ سامح، صوتك مش واضح. ممكن تعلي صوتك شويه يا استاذ سامح؟ واضح ان في مشكله في الشبكه عند استاذ سامح. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ سامح. طيب الاباء والامهات بيبقوا عارفين او ملاحظين في بعض الاحيان مشاكل اولادهم اللي هم اصلا بينكروا ان هم السبب فيها. دي حقيقه. بتعملوا ايه بقى؟ يعني اللي هو صح بس هنكر. حقيقي بس هنكر. هو 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 في شقين، يعني انت دايما بتحاول إن انت كدكتور، يعني احنا بنلاحظ حاجات معينه مثلا على في الغالب السن الصغير اللي هو المراهقين في العموم، انت بتلاحظ حاجات معينه، بتبقى شايف مثلا في حاجه مشهوره قوي اسمها مش عارفه اجيبها اسمها بالعربي بالظبط، بس هي انه انا هشرحها بالعربي، ان هو المراهق في الغالب بيعمل ايه؟ بيبتدي يعور نفسه او يهرش جامد قوي على جلده، اللي بيسميها الدرماتايتس ارتفاكتا، التهاب جلدي انا اللي عامله. فبنيجي نبص بيبقى واضح قوي دي مش ممكن تكون حاجه طبيعيه، ده مش حساسيه، ده ايد حد هي اللي عاملاه، وبتبقى دايما في متناول ايده. ايده بالظبط كده. تمام. فالفكره كلها في النقطه دي، احنا بنعمل ايه؟ ببتدي اتكلم على الام، تكتشف بقى انه هو في الغالب هما بيعترفوا، يعني الاباء والامهات بيعترفوا انه في موضوع، في مشكله، في مشكله. بس الحقيقه معالجات هذه المشكله بقى. يعني انت بتبقى مطالب ان انت تدي
ترتيبات معينه للام طبعا. والاب وترتيبات معينه للمراهق ده عشان يشتغل عليها. انت بتشتغل غير الجلديه بالظبط. اتصلت لفوق استاذ سامح. اهلا بيك استاذ سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ممكن اتصل مع الدكتوره سامح؟ الدكتوره معاك. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس كنت عايز استفسر عن الواحد مش عارف ينام كويس وبالتفكير الزياده عن اللزوم يعني. بص هو احنا في الغالب بنتكلم مش عن بص سامح هي الدكتوره هاله هي دكتوره جلديه بس احنا بنتكلم النهارده عن تاثير الحاله النفسيه على المشكلات الخاصه بالجلد والبشره والشعر. لو في استفسار بخصوص الموضوع ده نقدر نفيدك بيه ان شاء الله. ماشي يا فندم. شكرا. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك يا استاذ سامح. الناس خلاص تحولت. خلاص افتكروا ان احنا بنتكلم عن ما هو الموضوع فعلا ضغط نفسي فلازم طيب بالنسبه دلوقتي استكمالا لمرحله بقى الضغط النفسي انا في بعض الحالات اللي بتجي لنا او بتيجي لحضرتك في العياده من الاطفال اللي بينتج او بيبقى عندهم نوع من انواع التنمر على شعرهم. شعرها خشن، شعرها مش حلو، شعرها البنتك شعرها ملولو. طيب بنبتدي نلجا بقى لموضوع البروتين عشان يحسن الحاله النفسيه. البروتين ما له وما عليه في القصه دي، هل بتلجئي له احيانا ولا لا؟ طيب احنا هنتكلم عن شقين. اول شق ليه علاقه بتقبل. هو احنا عندنا للاسف كان من الملاحظ جدا ان احنا ما عندناش فكره تقبل الاخرين. دي موجوده من زمان. بالظبط. في العالم كله. هي في العالم كله دي حقيقه. بس بتظهر قوي في السن الصغير ده لان في الغالب واحنا صغيرين ما بنبقاش قادرين ندافع عن نفسنا. لما بتكبر عادي ممكن تلاقي نفسك اللي هو ايه اتاكنج اللي قدامك. يعني انا حد كلمني كلام مش عاجبني فانا اتاك هم يعني على طول. فهمه على طول. يعني قال لي كلام مش عاجبني هقول له كلام مش عاجبه هو كمان يعني. ف يعني مش حقك. بينما واحنا صغيرين ما بنبقاش نقدر نعمل ده. بيبتدي الموضوع يبقى تحميل على نفس الطفل او تحميل على البنت. تمام. دي حاجه. الشق الثاني ان يعني احنا عندنا هنا في مصر في ظاهره غريبه جدا انا شفتها في كل حته رحت فيها سواء في شغل في المستشفى سواء في شغل في العياده سواء لما اشتغلت يعني على كل الفئات على كل الفئات على كل الدرجات المجتمعيه انه مفيش اكسبت يعني مفيش تقبل للشعر الكيرلي ولا لون البشره الاسمر. ودي حاجه غريبه رغم ان احنا هنا يعني انا كنت مره قلتها كده واحنا كنا بنتكلم في موضوع انه احنا المصريين عموما بشرتنا قمح العاديه احنا افارقه ما هي يعني فمعظم الناس الافارقه هيبقى شعرهم من اوله كيرلي وبشرتهم خمريه. هل شفتوا على المعبد حد مش كده يعني وبعدين استمار نص الجمال يعني ده البنات السمر ما شاء الله عليهم حلوين هو ملوش علاقه هو تقبل تقريبا عشان مش موجود فكره الاختلاف يعني انا عايز الشكل مختلف يعني عايز مش عاجبني اللي موجود المتاح حاليا ده مش عاجبني. فدايما بنتكلم انه احنا اصلا جيناتيكالي او وراثيا وشعرنا مش ليس بالظبط ده وراثيا اصلا يعني ما اقدرش اغيره لك. طيب اللي بيحصل طبعا انه مع التطور والناس والانستجرام والصور وايه ده ما كل ده كلها فلتر والممثلات كلها فلتر والله قلنا الكلام ده كتير والله والشعر ما فيش حد بشرته صافيه ويعني وناعمه قوي للدرجه دي يعني بالظبط يعني اكيد الكاميرا دي بتبين لنا حاجه اسمها بيكسلز يعني ما هياش ناتشرال ما هياش جايه لحم ودم. فدايما بنتكلم في الموضوع ده. طيب لو هنتكلم عن موضوع البروتين بنلجأ له بنلجأ له لو هو مأثر فعلا على نفسية البنت يعني بقول للام طب هنحاول نعمل ده بس اولا بنعمله بشكل يكون لطيف بالظبط بنختاره ازاي عشان هي دي بقى المعاناه ان هي بتروح لاي مكان لانها بتضر فروه الراس بعد كده وبتضر وبتعمل مشكله ثانيه كبيره والشعر حتى لو كان كويس يعني معظم الناس يعني دايما الشعر الكيرلي بيبقى فيه ميزه ان هو تقيل فلما بتيجي ولما بتيجي نعالجه كذا مره بحاجات اللي بتفرد والكلام ده كله بتدي يخف ففقد الميزه اللي فيه اصلا يعني الميزه ان هو شعر كتير. الانواع اللي بتستخدم في بروتين في انواع كتيره قوي ممكن يبقى في منها حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. في ناس بقى بتروح البيوتي سنتر بالظبط ويا مش عارف مين يعني اي حاجه وبيقتنع والغريب ان انا بلاقي المريض اقتنع طب انت اقتنعت يعني احيانا بيعرض علاجي ويقتنع بالبيوتي سنتر هو يا جماعه طب ايه اقفل العلاج ده ونفتح البيوتي سنتر يا جماعه طيب عشان اقنعكم هو دايما بيبحث عن النتيجه السريعه في وقت بالزبط. في وقت معين وما يبقاش عارف ايه الاضرار اللي بعد كده بالظبط. وفي حاجه ثانيه مننا يعني احتياجه للشيء ده بيخليه يجري ولا اي حاجه ممكن تخليه تديله ودايما امل والبيوتي سنتر بيشرح المميزات فقط ممكن يقول التكلفه كمان ممكن يبقى التكلفه بتاعت الاماكن دي لما بيجيب من مصادر مجهوله فممكن يحط اي حاجه فالتكلفه تبقى ظاهره قدامه والنتيجه موجوده والتكلفه قليله طب اروح للدكتور اللي بياخده كتير مثلا بالظبط فيبدا يحسبها بالمنطلق ده دي حقيقه. والحاجه الثانيه زي ما دكتور ايمان قالت هو انا في البيزنس بعرض لك الاوبشنز بس انا كدكتور بعرض لك بقول لك في كذا وفي كذا احنا ممكن نستفيد من الجزء ده في الحاجات الفنيه بنعرضه بشكل علمي
فده بالنسبه للمريض. انا مش عايزه اسمع ده، مش عايزه اسمع ده، انا عايز كل المميزات بس. ودي حقيقه بتواجهنا كتير في حاجات كتير بقى، مش بس في الشعر البروتين. بس احنا دايما بنقول ايه، لو البروتين هيتعمل يتعمل، نختار يعني مواد من البروتين دي تكون كويسه. مفيش بروتين مفيهوش فورمالين، كنت لسه هقول لك دلوقتي مفيش حاجه اسمها مفيش. بدل هيفرد يبقى فيه ايه، لازم فورمالين، لازم بنسبه. احنا بقى نختار اللي نسبته اقل حاجه، دي اول حاجه. طبعا. الحاجه الثانيه ان هو لما يتعمل ما يبقاش ريجولر على طول على طول على طول على طول، لان انا على بال مع كل قد ايه تقريبا يا دكتور؟ بصي انا بقول دايما مثلا ممكن نخليه كل سنه سنه ونص، نريح الشعريه شويه، دي بالضبط. حاجه مع وجود مواد تعمل كير وعنايه للشعريه، يعني نهتم بالشعريه بقى نفسها، نحط حاجات لفروه الراس قوي، لفروه الراس لو انا عندي مشكله داخليه، عندي انيميا، عندي حاجه اعالجها، فالكلام ده يخليني احافظ على شعريه اقل كويسه. وفي نفس الوقت برضو دايما بيجي شكوى ان الجزء الوصله ما بين الجزء الويفي اللي هو الممود والجزء اللي اتفرد بيبتدي تتقطم. ما هو القطمه بتيجي في الحته دي بالظبط، بتبقى اضعف حته، فبيبتدي الشعر اصلا يحصل ايه، يبتدي يهيش يتقصف كسر. فتضطر هي تعمله تاني، اللي هو يقول لك هعمل لك الجذور. طب احنا دخلنا في سرقه، في دايره مغلقه بقى كده كده، الشعر تتقطم لغايه ما نوصل في النهايه ان الشعر ضار جدا. وفي نفس الوقت انا ما بحبش ان احنا نزيد اطفال في سن صغير خالص، يعني ممكن كم سنة؟ من كام تقريبا؟ يعني انا رايي دايما يبقى في السن اللي تقدر هي البنوته نفسها تعتني بنفسها، يعني فوق ال 12 13 سنه ابتدت هي تقدر حتى انها تصرح لنفسها. تصرح لنفسها. اصغر من كده انا ما بحبش بصراحه خالص. كويس. يعني لانه ضرره يعني اكتر من نفعه. نعمل بروتين من سن 12 13 سنه 13 ولو تقدر تعتني وتحافظ على شعرها وتقول ايه المشاكل اللي لو ظهرت في حاجه تقدر ان هي تقول ايه المشكله بالظبط. ولو انا اقدر اعمل اي حاجه تانية احسن، يعني ما الجاش الخطوه دي مثلا، يعني دي الخطوه الاخيره مش الخطوه الاولى. لا. في ناس بتلجأ لها كخطوه اولى بالظبط، يعني نتائجها السريعه ومش عارف ايه المشكلات اللي ممكن ان هي تواجهه بعد كده. هي على فكره بتبقى مؤثره جدا على نفسيه البنت، بس بتحسن نفسيه جدا 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 وبتمنع التنمر في المدرسه، دي حقيقه. يعني بنلجا لها احيانا صح، أنا يعني معاكي. ممكن ان احنا نقدر لان نعمل. كمان للاسف يعني مش عارفه مش هزم في بني جنسي، البنات عندهم استعداد للتنمر مجرم. دي جينات يا دكتور، مجرم جينات من مصر. البنات كويسه يا دكتور خير. سواء لا لا سواء في اللبس، سواء في اللبس او في الشكل او في الميك اب او في اي حاجه في الدنيا، البنت بطبعها بتحب انها تظهر تكون حلوه، ربنا خلقها كده تظهر حلوه بان هي بالاخرين، يعني بدل ما مش عارفه دي بقى دي نفسيات يعني بقى، ما احنا مش قادر انكر نفسيات، مش قادر هو صح ومش قادر انكر هو صح مش قادر انكر. مش هيفيدك هنا الانكار، مش هيفيدك. طب خلينا نقول انه في بعض المشكلات التانية اللي ممكن تكون بتظهر على بشره الناس بقى بشكل عام، بتكون يعني بشوف ناس كتير قوي يظهر له حبوب في شعره في وشه، يظهر له مشاكل حاجات زي كده، يقول لك اصل حالتي النفسيه متاثره. دي حقيقه. ليه؟ هي الدايره برضو زي ما قلنا قبل كده بتلف في قلب بعضها. يعني انا ممكن من تاثير مرض جلدي ابتدي انا يجي لي حاله من الاكتئاب، يعني مش قادره ابص لنفسي في المرايه، عندي حبوب شديده قوي في وشي فمخليني شكلي مش متقبل، لا اللي حواليا متقبلني ولا متقبلين نفسي. دايره مفرغه، بيطلع لهم الحبوب في وشهم دول، في بنات ما بتبقاش عايزه تخرج بالظبط، بتبقى فعلا حافه نفسها. دي حقيقه. وتبتدي تلعب فيها، ودي مشكله ثانيه كده، دي مشكله ثالثه، دي مشكله صعبه جدا، بتاخد بقى وقت كتير كده عشان تعالج. اذا تعالج اصلا بتاخد وقت كبير جدا. لا هي بتتعالج، بس الفكره انه اللعب في الحبوب ده بيسيب لها اثر، بيخلي الاثر ده بعد ما نخلص العلاج العادي نبتدي نلجا بقى ان احنا نعمل جلسات ليزر نحسن الحفر اللي اتعملت من الايد، يعني لو ما كانتش بدت ايد عليها كان ممكن الدنيا تبقى احسن بكتير. وما لجاتش لليزر اصلا بالظبط، ما نلجاش لحاجه ثانيه بعد ما نخلص العلاج، دي حاجه. الحاجه الثانيه في العكس، العكس ان انا يبقى عندي مرض نفسي ايا كان بقى شكله، هل عندي مثلا اكتئاب، عن في امراض نفسيه اصلا علاجها بيجيب اعراض جلديه، يعني من الحاجات مثلا في ناس من عندهم بايبولر او بنسميه ثنائي القطب، ثنائي القطب بياخدوا ليثيوم في العلاج، فالليثيوم ده بيعمل سورايسس، بيعمل اكني، بيعمل التهاب بالظبط، بيعمل التهاب في بوصات الشعريه نفسها، فبيعمل حبوب في الوش تاني غير حب الشباب، ده كعرض جانبي من علاج. في جزء خاص بالامراض النفسيه زي الوسواس القهري مثلا، في ناس بتشد ده بتشد شعرها. ايوه، ما هو زي الترايكوتوماني اللي الدكتوره اتكلم عليها في اول كلها حلقة. ممكن يبقى مش بس حاله من الحاله النفسيه المرضيه، مش بس ان هو متضايق من حاجه او زعلان من حاجه، ده شيء مرضي بيحتاج لعلاج، ده شيء مرضي بيحتاج لعلاج. انما لو قلنا بقى الاستريس، انا متضايق من حاجه طلعت لي حبايه مثلا، او قبل يعني زي ما النبي بيقول كده مثلا، دايما في حاجه اسمها حبايه المناسبات مع الاستريس، عارفها كويس، يعني وقبل الاعياد انا قبل طلوع الهواء جازز، يعني هي دي معروفه اساسا. يعني هي في الغالب بتبقى نتيجه ايه، احنا مع الاستريس الكورتيزون بيعلى، فالكورتيزون لما بيعلى هو في الجسم هو بيحفز انه يطلع حبوب، فبيحصل كده، وبيحفز انه يطلع تصبغات. فدايما بنقول مثلا مع الاسترس الناس اللي عندها تصبغات بتزيد، يعني مع الضغوط النفسيه تلاقي مع اتحسننا من العلاج مثلا والكلف راح، يجي لها ضغط نفسي المريضه تلاقي وشها لون تاني،
يا حبيبتي احنا قلنا ايه؟ تقولي دكتور ما قدرتش. حسني من نفسيتك شويه. فلما بتبتدي تسالي ايه اللي حصل كذا 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 كذا، تبتدي تكتشفي انه هي كانت زي الفل، مفيش اي مشاكل خالص، حصل مشكله او ضغط نفسي شديد شويه، تبتدي اللون رجع لتاني وشها. طيب لان بمناسبه التصبغات، قبل ما اسيب النقطه دي، الماسكات الطبيعيه، عشان دي السؤال ده يعني اتسالناه يعني يمكن مرارا وتكرارا كتير قوي. الماسكات الطبيعيه يا جماعه، الناس بتبقى يعني بتحطها من هنا وتحس ان هي يعني نفسيتها ارتاحت. طب يعني انا يعني نفسي بس تقوليني الموضوع ده. هو في ماسك بينفع؟ ماسك البطيخ صح؟ لا البطيخ بيتاك. طيب بجد والله فراوله هو. لكن في ماسك الموز، وماسك اللي هو بقى الذي ابهر العالم، الكركم. انا جايب ثلاث يعني عيانين. يعني ثلاث عيانين بلونهم اصفر بيرجعوا ولونهم مش راجع. انت لونك الاصلاني كان ايه؟ كان ايه بالظبط؟ فاحنا دخلنا في جو الرز البسمتي والكركم. فلا هو اللي بيحصل ايه؟ طب والخيار والزبادي؟ احنا ناكله بقى افضل يعني. هي فكره بس ان تحسين الحاله النفسيه، ان هي عندها يعني قناعه من جواها، ان هي لما هتحط الماسك هتخلص وتغسل وشها هتبقى حد تاني خالص. عايزين بس نوجه الناس، نقول لهم الماسكات دي بتمتص فعلا ما بتمتصش؟ نسبه قد ايه من الجلد الدنيا يعني؟ احنا هنتكلم عن وبعدين رايحين فين؟ رايحين فين يا جماعه؟ عشان البطيخ اللي بيخلص والموز عشان البطيخ اللي بيخلص والخيار اللي بيخلص والكركم والجبنه والكركم اللي العطار بيشتكي انه مش موجود دلوقتي، البنات واخداه في الشارع كله. اكسترا كركم. لا هو اللي بيحصل حاجتين، انه اول شق في حاجه اسمها او يعني اسمها التاثير النفسي السلبي او النفسي، لو بلاسيبو افكت. انا بحط حاجه المجرد حطها سلام راح لويت اهو، يعني انا حطيت بس الله عليا. يعني حطيت مع اني لما بغسل وشي والله وش هذا هذه نفس الخلقه يعني. يعني معنديش حاجه، انما الحقيقه هو بيبقى تاثير نفسي، ليس الا ان انا حطيت حاجه ما احنا حلويت اهو يعني. ما شاء الله كويس. طب انا ما بحطش حاجه ومحلو. والله يا دكتور خالد احنا بنتعلم منك. يعني اكيد بتعمل حاجه بس مش عايز تقولها. لا والله والله طبيعي طبيعي طبيعي. بيحطوا ماسك الكركم. ماسك الخيار. كويس. دي ده شق. الشق الثاني ليه علاقه اكتر ب يعني زي ما قلنا كده التاثير النفسي. الشق الثاني في ان احنا بعد ما حطينا البلاسيبو افكت، ايه بقى المفيد منها او مش المفيد؟ هو في الغالب يعني في المعظم مش كلها مفيده. ليه بقى؟ يعني هو انا بغذي البشره اولا داخليا، يعني لو انا مثلا عندي مشكله داخليه، عندي انيميا، عندي اجهاد مستمر، عندي مشاكل في الغده الدرقيه، ما هي كلها تاثر على وشي. فالاول بستبعد المشاكل الداخليه، وبعد كده بنخش في بوينت بقى ايه. انا بتكلم عن ايه اللي بيمتص او ما بيمتصش. الزبادي بيرطب بيرطب، الزبادي مش بيرطب كمان. هو في حاجه اسمها لاكتيك اسيد، ده جوه اللبن عموما. لا بنحطه على الوش لبن زي نسبه من التقشير الخفيف قوي لا يذكر تقريبا، يعني اللي هو بعد ساعه زمن بالظبط او نص ساعه انت رجعت طبيعتك تاني. انه فعلا الجلد يعني امتصاصه ضعيف. لا هو يعني هو الزبادي غير عشان كده تقريبا، عشان يحطوه على وشهم. خلصوا الزبادي من السوق. مخزون الزبادي. على فكره انا شايفه ان انت دلوقتي بتتف على بني جنسي، انا تفيت عليهم لوحدي من شويه فما اتكلمتش. براحتنا. يعني خلينا اكتر نتكلم في ان في وصفات كتير الناس يعني جاي منين بدعه الوصفات الطبيعيه اللي بقت منتشره دلوقتي في كل البرامج تقريبا وعلى السوشيال ميديا. هو في الغالب اللي بيحصل ايه؟ احنا في جزء كبير من الادويه اللي احنا بنعملها مستخلصه من نباتات. يعني مثلا معظم مثلا زي الارجان اويل، تمام، بيقولوا ده حلو للشعر الكلام ده، زيت الارجان بالظبط، ده كويس قوي. لان هو ليه خصائص، خفيف، بيعمل تغليف للشعرايه، بيديها سنه لمعان. ليه خصائص علاجيه كويسه، تمام، بس لازم يبقى معالج، بيتحط بشكل معين، بستعمله بطريقه معينه، تمام. فده في جزء كبير منه حقيقي طبي، بس الطريقه مش هقدر اخده بصورته الاصليه اللي موجوده في الاكل يعني عشان اقدر استفيد بيه. زي الكركم كده، الكركم فيه انا على وشي استفدت ايه؟ في حاجات بنقول عليها مثلا ضد الالتهاب، يعني مثلا كان زمان معروف قوي انه اي حد يتلسع بيحطوا له نشا بميه كده على المكان اللي فيه. لا حضرتك ده كان فيه معجون سنان. معجون سنان ده اللي هو يعني بيلهب كل حاجه. يعني قعدنا سنين نحارب. يعني كانت وصفه مريبه جدا. معجون السنان ده من قديم الازل. معرفش ليه تقريبا لانه محطوط في انابيب، يعني عارفه لو حطوه في ازايز ممكن يبقى الموضوع مختلف. انبوبه فاكيد بيعالج. ما هو فعلا كده، يعني الفكره كلها ان احنا يعني فتره طويله ان معجون السنان ده يا جماعه بيلهب الجرح او بيلهب الحرق اكتر من ان هو بيعالجه. هو ما بيعالجوش اصلا خالص، هو بيزود. ما انا كده بقول لك، هو غالبا هم لو حطوه في ازازه هيختلف، يبقى انبوبه يبقى مرهب يبقى هيعالج. معروف الخط الابيض. يعني مثلا الحاجات المفيده جدا معروفه في تريتمنت العسل الابيض. بالظبط. العسل الابيض فيه هيلينج، هو فيه المواد اللي فيه عندها استعداد انها تحسن
كفاءه الجلد، تحسن بنسميه كده اللي هو الالتئام بتاع الجلد، فده بيتحسن جدا بالعسل الابيض. اه في دراسات معموله كتير جدا عن موضوع العسل الابيض، بس مش في صورته الطبيعيه يعني، او مش في الغالب يعني بيتحط في صورته الطبيعيه، بس بيبقى فيه ليه مميزات معينه. يعني مثلا يقول لك العسل اللي هو بيبقى مستخلص من زهور معينه، لان كل زهره بتبقى فيها نوع عسل، نوع عسل بالظبط، وده بيبقى فيه اختلاف في التركيبه بتاعته واحنا بناخده، فهو ده ممكن نقول ان هو اه في حاجات معموله بالشكل ده، وفي حاجات اصلا بيتحط فيها العسل وبيتحط فيها اللي بنسميه البيز واكس، شمع العسل، في حاجات بيتحط فيها سم النحل، كل الحاجات دي عندها استعداد انها تحسن الجلد وتحسن كفاءته وتحسن شغله، بس مش كلها بطريقتها. يعني احنا بنقول دايما ايه، اه في جزء شق كده وفي جزء لا بالظبط، زي الماسكات اللي احنا بنتكلم عليها استكمالا للشق بتاع البشره. عندنا ماسكات اللي بتحط على الشعر عشان تفرد، يعني انا اللي هو يعني ماسك الموز والمايونيز، الموز والمايونيز، والمايونيز الاثنين بيتحط في الشعر دلوقتي الاثنين، اه ويعني وريحته بشعه. ده المايونيز ده من منذ قديم الازل، ده من 15 سنه يعني. انا نفسي لغايه دلوقتي اشوف حد قال لي ان هو فرد بالمايونيز وفضل معاه. لا هو مش بيفرد، هو المايونيز عباره عن ايه، عن بيض وزيت زيتون او زيت. بيض وزيت. فانت بتعملي ايه، بتحطي زيت على شعرك، بعد ما بتغسلي بتسيبيه ماسك على شعرك، بعد ما بتسيبيه بتحسي بافكت الزيت اللي هو انا شعري اترفع. نكمل موضوع المايونيز بعد ما ناخد الاتصال ده. استاذ سامح اهلا بيك. ازيك يا فندم، ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا بيك، اتفضل. برنامج جميل وحلقه مهمه وشيقه والله، ربنا يبارك لك. نشكرك جدا ليك يا استاذ سامح، اتفضل استفسارك. انا كنت عايز اسال الدكتوره يعني ايه الاكل اللي يفيد البشره والشعر بالذات، لان انا شعري يعني هو ناعم ولكن ساعات بيخشلني كده شويه وساعات بيتساقط. جبت له زيوت كتير، وطبعا انت عارف التلفزيون بيعرض حاجات كتير، جبتها انواع زيوت كتيره، بس بقى برضه ما جابش نتيجه كويسه معايا. فانا عاوز طريقه اكل مميزه، وعندي ابني الصغير بيطلع له نقط بيضة كده في وشه، وبالله عليك عايز اعرف ايه علاجها، وربنا يجزيك خير يا رب. الدكتوره ما حضرتك ايه استفسار يا دكتوره؟ لا انا بس الحلوه اللي معايا. طب الدكتوره عارف تسالك على حاجه يا استاذ سامح. اوكي استاذ سامح، استاذ سامح الدكتوره حابه تستفسر منك على بعض الحاجات يا استاذ سامح. انا بس هسال حضرتك، هل تساقط الشعر اللي عندنا ده صلع وراثي، يعني عندنا فراغات في الشعر؟ لا والله، والله ابويا والدي الله يرحمه وامامي كلنا شعرنا كان شعرهم بصي اسمر لغايه 60 سنه اسمر وناعم خالص، ما اعرفش انا ايه اللي حصل. النقطه الثانيه، هل في فراغات في الشعر، يعني في حتت ابتدت تفضى؟ لا اذا سامح هستاذنك بس صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون بس. ماشي، شكرا. معاك يا استاذ سامح، اتفضل. اوكي، زي ما بقول لحضرتك في فراغات في الشعر ابتدت حضرتك تفضى من الشعر. يا استاذ سامح انقطع الاتصال. هو احنا ممكن نجاوبه على الشقين. اه يعني هو في شقين، هو اتكلم الاول عن التساقط او الاكل الصحي اللي احنا ممكن نستعمله. هو انا بس بستبعد حاجتين، ان احنا ما يبقاش عندنا اي حاجه عضويه، مفيش انيميا، مفيش سكر، ضغط، اي مرض مزمن عندنا، لان ده بيأثر. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا ما نبقاش متشخصين صلع وراثي. صلع وراثي يا جماعه بيقول كده، مفيش صلع وراثي، ما بيبقاش صلع وراثي. احنا عايزين الحاجات اللي ممكن نستفيد منها. فدايما بنقول الشعر عموما الحاجات اللي بتفيده قوي الحاجات اللي فيها زنك، الحاجات اللي فيها حديد، الحاجات اللي فيها كابر او زي ايه؟ الاسماك، المحار، اللي هو الجندوفلي، الحاجات اللي مش هنعرف نجيبها دي. اه الحاجات بقى العادي ممكن، اه ممكن بقى السبانخ اللي هي ما فيش حد بيحبها، معرفش ليه برضه. الخضار الغامق او الملون، يعني الفلفل او الالوان، الرمان دلوقتي رمان منتشر، ده سهل ورخيص بالظبط. المشمش، الحاجات الطماطم، الحاجات اللي فيها الوان فيها مضادات كمان بتاعنا بالظبط، الحاجات اللي فيها مضادات اكسده عاليه وفيها نسبه حديد وفيها نسبه زنك عاليه. تمام. والبروتينز عموما، يعني دايما بنقول البروتينز دي لان هي بالبلد هي اللي بتبني كل الحاجات. البيض كمان فيه بروتين، والناس دايما متعوده على ان هي تاكل بيض بشكل مستمر، بيض مسلوق بالظبط كده. تمام. ده بالنسبه للاكل المفيد اللي ممكن يبقى مفيد لشعرنا. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للبقع البيضاء للطفل، فالبقع البيضاء دي لازم بس نستبعد حاجتين. هل هي مجرد يعني ننزل بسين او حاجه، ففي حاجه اسمها نخاله بيضاء، دي بتيجي بتبقى عليها قشور او بتبقى في الوش دايما بقع بيضاء خفيفه كده باينه، مع لما بنبطل ننزل الميه او البسين وكده بتبتدي تتحسن. تمام. ولا هي بقع بيضاء قوي زياده عن اللزوم في الوش؟ جوه الجلد نفسه. طب لو كانت حاجه خاصه بالبسين تبقى ايه، ولو كانت بقع بيضاء تبقى ايه؟ لا البقع الخاصه بالبسين دي او بمعنى صح دي مع الحر والجو والرطوبه شويه دي مثلا نخاله بيضاء، او بتبقى تينيا ملونه. كويس. طب خلينا ناخد صوت تليفوني ونرجع نكمل. ومصطفى اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بيك. لو سمحت كنت عايزه اسال الدكتوره
انا من حوالي سنتين جالي ساركودوزيس في الرئه. ساركودوزيس بقى اتفضلي. بعدها حوالين عيني اسودت بطريقه غريبه قوي، ومن ساعتها مش بيروح اللون ده. هم قالوا لي ان هو ليه تاثير وبيغير احيانا في لون الجلد في مناطق معينه، لان كان طلع لي في رجلي وايدي ندبات وكانت بتبقى حمراء وبعدين بتغير لونها وراحت الندبات دي بس اللون موجود. فهل ده ملوش علاج ولا ايه؟ انا رحت الدكتور جلديه قبل كده وقال لي ان هي صعب يرجع لون البشره زي طبيعته تاني. طيب احنا هنتفق بس انا بتعالج. نعم انا مع حضرتك. حضرتك بتاخدي حاليا علاج الساركيدوزيس اللي هو بتاع الرئه؟ انا باخد قعدت فترات طويله باخد كورتيزون ومنعته كام شهر. الدكتورة المناعه كانت عايزه تشوف تاثيره يعني هيبقى ايه، بس دلوقتي حاليا رجعت اخده تاني. طيب احنا بس هنتفق. باخد مثبطات للمناعه طبعا وادويه ثانيه خاصه بالساركيدوزيس. طيب هو حضرتك بصي، هو حضرتك جايبه التشخيص، فانا هقول لك بقى ان الساركيدوزيس هو يعني للاسف هو مرض مزمن شويه، تمام؟ بيبقى مصاحب ليه اللي حضرتك بتقولي عليه ده، بيبقى فيه نسبه تصبغات، في نسبه ساعات بيطلع التهابات جلديه معينه بشكل معين كده احنا بنبقى محددينها. فالمشكله حاليا ان احنا مرضنا مزمن، فاحنا بنعمل ايه؟ احنا الاعراض الجلديه بتاعت الساركيدوزيس بتتحسن بس ما بتروحش 100%، يعني ممكن نحسن تصبغات شويه، نحسن اللون شويه، انما عشان انا اوعد حضرتك ان هو هيروح 100% لان المرض المناعي يعني الساركيدوزيس نفسه ما بيروحش 100%، هو مستمر. حاجه خلل مناعي مزمن. تمام بالظبط، مرض مزمن فنحسن الدنيا، انما 100% ان هو هيروح لا، بس نسبه التحسن ممكن توصل 70%، احيانا بتلاقي الدنيا بقت كويسه قوي يعني معقوله. عن طريق ايه يا دكتور ممكن نحسنه بايه؟ طيب يا مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك، وممكن تسمعي باقي اجابه الدكتور عن طريق الشاشه. يعني هما شقين دايما بقول عليهم، انه الجزء الالتهابي ده بنديله حاجات موضعيه ضد الالتهاب بنحسن بيها الحاجز الجلدي، وفي الغالب بتبقى مرطبات قويه جدا اللي هي بيبقى فيها دايما زي ما بنقول كده سيرمايدز، فيها حاجات فيها يوريا، في الحاجات اللي بتحافظ على الحاجز الجلدي سليم طول الوقت، اللي هي الترطيب اللي بيخلي الحاجز الجلدي سليم. دي اول نقطه. النقطه اللي هي لها علاقه بالتصبغات، فاحنا بندي حاجات مفتحه شويه تحسن اللون، بس بنقول دايما ان احنا نستمر عليها فتره. ليه؟ لان هو مرض مزمن، فبالتالي طيب. انا مش 100% هقول لك ان احنا هتروح وهتروح بسرعه كمان، لا بياخد وقت بالظبط كده. تمام، وكده كده حضرتك بتاخدي الكورتيزون مع العلاج، فده بيحسن عموما اللي بنسميه كده التطور بتاع المرض نفسه، فبيديني بيخلي النتائج بتاعه الحاجات اللي احنا بنستعملها بتبقى احسن. تمام طيب. طيب. طيب عايزين بقى دلوقتي نكمل استكمالا برضو الموضوع الضغط العصبي، الاسترس والضغط العصبي والتجاعيد والستات واللي بتخلينا يعني لا 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 ثانيه واحده، احنا عايزين نصلح ما افسده الظهر، يعني احنا عايزين لا احنا في التجاعيد بالظبط، بس يعني ساعات برضو يعني ايه الامر ما يسلمش، بيطلع برضو شويه تجاعيد ال111 كالعاده من كتر التكشير ومن كتر العصبيه رجل الغراب. التاثير العصبي فعلا له تاثير كبير على ده، له تاثير كبير جدا زي ما قلنا بقى، في شق تطبقي يعني كل ما احنا جه ستريس زياده اللون نفسه بتاع الجلد اتغير الشقة. طب قبل ما نكمل ناخد صوت تليفوني، استاذ محمود اهلا بيك يا استاذ محمود. ايوه يا باشا اهلا بيك، واستاذنك تشوط صوره التلفزيون وتسمعني من التليفون. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. معلش احنا تعبينكم والله معانا. ولا يهمك اتفضل. انا كنت بالنسبه للنقط البيضاء كنت بكلم الدكتوره. النقط البيضاء يعني مش قشريه، هي نقط خفيفة، وتقريبا كنا في بحر وكده وجينا بقى من البحر لقيت صدغه الناحية الشمال فيها يجي 4 نقط كده. يبقى احنا زي ما قلنا هي في الغالب هتبقى نخالة بيضة. النخالة البيضاء مش محتاجة غير يعني شوية مرطبات خفيفة، يعني ممكن استعمل حتى كريم البانسينول ده من الحاجات اللي بتبقى موجودة في البيت عندكم بنستعملها، بس بنستمر عليها مثلا اسبوعين ثلاثة بتبقى اتحسنت خالص، ما بتبقاش محتاجة حاجة ثانية أكتر من كده. يعني ممكن يدهن مرتين شكرا في اليوم. ليك مرتين شكرا في اليوم حاجه لتصالح. مرطبه طبيه ابسطها البانسينوز اشهر حاجه وابسط حاجه. نكمل كلامنا بقى عن التجاعيد عشان خاطر الستات ما تزعلش مننا. لا عشان بس ممكن دكتور وعلشان نزعل دكتور خالد. اتفضلي يا دكتور اتفضلي.
قصدك ايه؟ هما كده كده بيزعلوا لك ميكادين يعني. اه لا 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 احنا مش ميكادين على فكره يعني، احنا منبع الفرفشه بس انتوا بس ايه خفوا علينا شويه تمام. هو الحقيقه اه هتفضل، هو الحقيقه انه زي ما قلنا كده الجزء اللي علاقه بالتصبغات، الجزء الثاني اللي بيخلي الاسترس يعني يخلي الشكل الوش يحصل له تجاعيد زياده، في كام نقطه كده بنحب دايما نقولهم، انه الضغط النفسي بيخلي اللي بنسميه هي الشوارد الحره بتكتر قوي في الجسم، يعني الجسم ما يقدرش يسيطر عليها، فتبتدي تعمل ايه؟ في تخش على الدي ان ايه اللي جوه الخليه يبتدي يتكسر فيه، تبتدي تديني احساس ان الخليه مش كويسه، يعني عجزت. يعني شغاله عجزت بالظبط. كويس تمام. طيب نتكلم عن الخلايا اللي عجزت، خلينا نخش التليفون. استاذه شيماء اهلا بيكي. استاذه شيماء السلام عليكم. وعليكم السلام. صحتكم الكلمه دكتوره؟ دكتوره معاكي اتفضلي. سمعت لحضرتك كان عندي عرش جامد في جسمي، بس انا نفسي تعبانه يعني، هل ده ليه علاقه بالنفسيه؟ طيب هو احنا بقالنا قد ايه بنهرش؟ يعني الهرش ده ظهر طرأ فجأة ولا بقالنا فترة سنتين ثلاثة الهرش ده مستمر؟ لا بقاله كتير، انا خدت علاج كتير جدا. طيب بيبقى في اماكن معينة، الاماكن اللي هي بتطولها ايدنا؟ ايوه في ايديا ورجليا. تمام اوكي. هو في الغالب يعني في معظم الناس. تحبي تسألي عن حاجة تانية ولا خلاص؟ لا انا بس حابه يعني خلاص هو كده، بس هندي بس نقطتين ممكن نتكلم عنهم. ماشي يا استاذ شيماء، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. الدكتوره هتجاوبك، اتفضلي يا دكتور. طيب هو احنا قدامنا حاجه من الاثنين، يا الهرش ده سبب عضوي فهنعالج سبب العضوي، لان احنا ما عندناش اي داتا تقول ان هو مش سبب عضوي، بس لو افترضنا ان هو في ضغط نفسي بتقول ان في ضغط نفسي، في حاجه اسمها اكزيما عصبيه، المريض بيهرش بشكل عنيف جدا في الحته اللي بتطولها ايده، يعني زي مثلا هو انا بهرش فين؟ بهرش في الحته دي في يعني، ما يظهرش مثلا في ظهري انا كده كده مش طايلاه. لا بيظهر في ظهري في الحته اللي طايلاها. لا ما انا بتكلم في الحته اللي مش طايلاها. ابعد لا ابعد لا دايما، او مثلا في الرجل او في الدراع من هنا الحته اللي انا ايدي بتوصل لها، بيبقى هرش عنيف جدا على فكره، وبيخربش الجلد جدا وبيسيب علامات، يعني بيسيب مكانه لون من كتر ما انا بهرش بعنف. بالظبط هي كده يعني دي عصبيه كويس. كسرت وللاسف مع كل الترس بيتكرر، يعني كل ضغط يتكرر. علاجه ايه؟ علاجه بندي مرطبات وبندي حاجات مضاده للحساسيه. كويس تمام. وفي نفس الوقت احيانا لو الموضوع زاد قوي بنبتدي نلجا للطبيب النفسي. كويس على فكره احنا ناخد صوت تليفوني. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. استاذنا كنت عايز اسال الدكتوره سؤال. الدكتوره مع حضرتك. انا عندي طفله طلع لها حاجه في بطنها كده زي الوحمه بس شعيرات دمويه حمراء. هي مولوده بيها؟ مولوده بيها يعني بتاخد نوع برشام اسمه امدادا 10، قعدت سنتين مستمر عليه، والدكتور قال لها خلاص وقفيه. نوع برشام ايه اللي كانت بتاخده؟ اندرال. اندرال 10. اندرال 10. هي فيما بعد ليها اي اضرار عليها ولا ما لهاش اي اضرار؟ الشعيرات الدمويه الوحمه دي لا خالص، هي تبقى وحمه دمويه. طب دي تبقى مولوده بيها غالبا مع الاندرول حجمها صغر، وهي كل ما بتكبر يعني اللون بتاعها يعني ممكن افتح شويه. ايوه بالظبط، هتلاقي يا اما حجمها صغر يا اما لونها افتحها مع الاندرول، لان هو بيقفل الشعيرات الدمويه اللي مغذيها شويه، بيوصلها الدم اللي بيوصل بيبقى قليل، فبتبتدي تتحسن مع الوقت، وهي كل ما هتكبر هتبتدي لونها يفتح مع فرد جسمها، يعني جسمها كل ما بيكبر هي بتوسع شويه، فبتلاقي لونها بقى خفيف خالص مش هتضايق، ما فيهاش اي اضرار وما فيهاش اي مشاكل. ممكن لو ثبتت ممكن نلجا الليزر في الحاله دي؟ يعني لو هي كمان شكلها مضايقه، يعني في الغالب لما بيكبروا شكلها بيفيد وبيفتحها شويتين ثلاثه، ومع الاندرول دلوقتي مع العلاج، يعني العلاج دلوقتي الاندرول بيدي افكت حلو جدا في الوحمات الدمويه، يعني العلاج من العلاجات المميزه يعني. كويس. حلو جدا. دكتوره لو حبينا نختم ممكن نختم بايه؟ احنا ما كملناش التجاعيد. يعني التجاعيد يعني نكمل يعني نختم بالتجاعيد. التجاعيد لا هو انا هقول دايما ان كل ما كنا يعني محافظين على بشرتنا اكتر وبعدنا عن الاسترس على قد ما نقدر وضحكنا اكتر، يعني هو في النهايه الضحك ده علاج لكل حاجه حلوه، على قد ما نقدر. علاج لكل حاجه حلوه؟ علاج لكل حاجه يعني، يعني بيجيب كل حاجه حلوه معايا. بيجيب كل حاجه حلوه. انت بتلخبطنا ليه يا دكتور خالد؟ انا فنكتر من الاوقات الحلوه مع الناس الحلوه اللي زيكم كده، ونكتر من الضحك، فهتلاقي الموضوع ما بقاش فيه تجاعيد ولا حاجه، لانه هو بطبيعه الحال لازم هيحصل تجاعيد مع السن، بس اهم حاجه يبقى شكلنا مبتسم ورايق وجميل. كويس بالظبط. احنا يعني في نهايه اللقاء يعني بنشكرك وبنحسيني ان انت بجد فعلا يعني افدتينا واسعدتينا ونورتينا النهارده. ويا رب يا رب كل الناس ما يبقاش عندها ضغط عصبي، لان اول حاجه انت اللي هتتضرر مش حد تاني، بشرتك هتبقى مش حلوه وشعرك هيقع، والناس كتيره جدا هتبص تلاقيها بتقول لك انت شكلك مش حلو، شكلك تعبان، شكلك متضايق، فيعني النفسيه الحلوه يعني سبب لكل حاجه حلوه.
دكتوره ايمان، انا هاخد من كلام دكتوره ايمان ومن كلام دكتوره هاله النهارده، وهقول انه كلمه او المقوله المشهوره دايما اللي انا بقولها لكل الناس، انه معظم المشكلات العضويه جزء كبير منها خاص بالمشكلات النفسيه. يعني اذا زاد الضغط النفسي او الضغط العصبي، التوتر، القلق، الاكتئاب، كل ده بيعمل مشاكل مش بس على البشره والجلد والشعر، بالعكس ده بيعمل مشاكل لدرجه ان في ناس بتوصل ان هي تيجي لها ضغط مزمن او يجي لها سكر او يجي لها مشاكل في القلب بسبب المشكلات النفسيه اللي بتمر بيها. مش كده دايما اقول انه لو حسيت ان انت عندك اضطراب نفسي او عندك خلل نفسي او عندك مشكله نفسيه، لازم تلجا لحد متخصص يساعدك في التخلص من المشكله دي. دايما كلنا عندنا وصمه العار من الذهاب الى الطبيب النفسي، لكن ممكن نروح نعالج الاثار المشاكل النفسيه سابتها وما نروحش نعالج السبب الرئيسي. وده انا لاحظته كتير وعلى كل المستويات. انا كنت زمان فاكر ان ده هلاقيه في مستوى معين او ثقافه معينه، لكن ده لقيته في مستويات كتيره جدا. ان شاء الله اشوفكم باذن الله في حلقه قادمه اخرى، والى ان التقي بكم مره اخرى لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.